قتل 24 إرهابيا وأصيب آخر بعد نجاح قوات إنفاذ القانون في التصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس. قال المتحدث العسكري إنه تم تدمير عربتين دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية، هذا وقد استشهد 6 من أبطال القوات المسلحة جراء الهجوم وجاري استمرار تمشيط المنطقة. هذا وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.